متابعينا في كل مكان، اسعد الله صباحكم وطابت جميع اوقاتكم بكل خير. ها نحن ما زلنا متواصلين واياكم مع انطلاقات الخير والمحبه من على ارضيه ميدان الشحانيه وفي هذا المحلي الثامن. اذا انطلق الشوط الثامن عشر المخصص لسن اللقاية وليفيات القعدان. المسافه هي 5 كيلومترات الفاصله عن الناموس وعن الانتصار بداية، مع من يحتل الصدارة ليتابع الكابتن لهجن أم الزبار وحمد بن سالم بن زارة، من يتابع لنا الكابتن مع مقدمة الشوط، بينما من يلي مع المركز الثاني واثنان لهجن أم الزبار وناصر بن حمد الشهواني، يتابع لنا تحركات ووصول واثنان، بينما أتابع التدخل كذلك من قبل متعب لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون. المجازف يتحرك يتسلل يتقدم خطوة بخطوة، يتحرك ليتسيد الموقف، وهنالك هجن الرئاسة. المركز الرابع وتابع ام سيال لهجن ام الزبار وجابر بن علي النجم، من يتابع لنا تحركات وانطلاقة ام سيال، من يطل علينا بهذه الإطلالة الرائعة لهذه المؤسسة العملاقة. المركز الخامس أتابع الحوذان لسعادة الشيخ محمد بن ناصر الثاني خليفة بن عبد الرحمن العبد الملك، من يتابع لنا تحركات، بينما أتابع التدخل في هذه الأثناء، من ينطلق نحو المركز الخامس. وصل هنالك مشعل لهجن الشحانية، المتابعة من قبل سالم بن فاران المري. إذا متابعينا في كل مكان، هذه نتيجتنا الأولى، معطياتنا الأولى مع إذاعتنا للمراكز الخمس المتصدرة بتواجد هذه المؤسسات العملاقة والشعارات الرنانة في ميدان التحدي من أجل الناموس في هذا المحلي الثامن. إذا بداية هذا الشوط لهجن الرئاسة، يتقدم متعب والمتابعة من قبل محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يتابع لنا انطلاقة متعب مع البداية، بينما من يلي مباشرة التحرك من قبل الكابتن لهجن أم الزبار وحمد بن سالم بن زارة، متابع لنا تحركات الكابتن من ينطلق نحو المركز الثاني، بينما النقلة والدور دور واثنان لهجن أم الزبار وناصر بن حمد الشهواني، يتابع لنا انطلاقة وحضور واثنان مع ثالث التحديات. اما رابع المراكز اجد واتابع الانطلاقة من قبل احد الاسماء التي انضمت في هذه اللحظات لاتابع برزان لهجن الشحانية، الذهبي سالم بن فاران، يتابع لنا انطلاقة الحاضر والمنطلق برزان. اما المركز الخامس اجد الانطلاقة والحضور من قبل معزم لهجن الرئاسة المجازف بن زيتون، من يتابع لنا معزم ويتابع متعب مع مقدمة الشوط، بينما أتابع التحرك في هذه الأثناء من قبل الكابتن لهجن أم الزبار وحمد بن سالم بن زاهرة، من يتابع لنا الكابتن من بدل في هذه الأثناء وأعلن حضور هذه المؤسسة العملاقة. كابتن يتقدم في هذه اللحظات مع مقدمة الشوط بن زارة، يتابع لنا تحركات وانطلاقة ومضي هنالك المنطلق الكابتن مع مقدمة الشوط، يقود هذه السفينة مع مقدمة الشوط والكابتن لهذه الأسماء الحاضرة والمنطلقة، بينما ثالث التحديات واثنان لهجن أم الزبار وناصر بن حمد الشهواني كذلك تدخل برزان.
لهجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران يتابع لنا انطلاقة وحضور هنالك برزان. أما خامس المراكز أجد وأتابع الانطلاقة من قبل معزم لهجن الرئاسة المجازف. المجازف يتابع لنا تحركات معزم. إذا متابعينا الأعزاء هكذا للمرة الثانية لهذه المؤسسات العملاقة، لهذه المؤسسات الكبرى، لقاء ما بين فطاحلة التضمين من يتابع لنا هذه الانطلاقة، وما زال بن زاهرة يتابع لنا تحركات الكابتن مع مقدمة الشوط. الكيلومتر الأخير بتحركات الكابتن وبانطلاقة متعب لهجن الرئاسة وبحضور برزان لهجن الشحانية وبوصول معزم لهجن الرئاسة. تحركت هجن الشحانية بمشعل في هذه الأثناء، عودة إلى هجن أم الزبار، عودة إلى هذه المؤسسة العملاقة التي أبدعت، التي أمتعت وقدمت الأسماء الفاخرة والإنتاج الفاخر. يتقدم هنالك بن زاهرة يتابع لنا تحركات وانطلاقة الكابتن متعب لهجن الرئاسة وبرزان لهجن الشحانية. المعركة الأخيرة ما بين هذه المؤسسات، هجن الرئاسة، هجن أم الزبار، هجن الشحانية. اللحظات المثيرة يا للإثارة يا للتشويق ما قبل من قبل هجن الشحانية وهجن أم الزبار. هجن الشحانية وهجن أم الزبار. الكابتن ما زال هو الصامد، الكابتن ما زال هو الصامد هنالك لهجن أم الزبار. أبدعت هذه المؤسسة وقدمت الأسماء الفاخرة وحصدت الرموز وتألقت في هذا الشوط. هنالك الكابتن لهجن أم الزبار وبن زاهرة من تابع الكابتن. المركز الثاني حضر برزان لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري. المركز الثالث حضر متعب لهجن الرئاسة وبن زيتون المهيري. المركز الرابع عزم لهجن الرئاسة محمد بن عتيق، بن زيتون المهيري. المركز الخامس مشعل لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري. إذا تابعنا وإياكم الكابتن من كان بطلا لهذا الشوط متوجا بالناموس والانتصار لهجن أم الزبار، وبمتابعة حمد بن سالم بن زهرة من تابع لنا الكابتن محقق هذا الفوز وهذا الناموس. التوقيت الزمني 7:56، 76 جزءا من الثانية. تانينا لمؤسسة هجن أم الزبار وكذلك تابرزان لهجن الشحانية. الذهبي بن فاران من تابع في عملية التضمير 7:57، 4 أجزاء من الثانية. تانينا لهجن الشحانية. أما متعب لهجن الرئاسة ثالثا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من تابع لنا متعب. التوقيت الزمني 7:57، 44 جزءا من الثانية.